السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالي وائل سلامي مركلي مقال طلوع صبح صبح نمو ناس نايدن لي هاي وحن في العمل بوجوكتان عاف ماذا قبطان انتي حانو السنة الله سبحانه وتعالى ها عافيو انتي عاف ماذا قبطان الله السياس شو انتي لمتان الله ونحرستو انا غان الله سبحانه وتعالى قداش شو دنا مفدنا يو وحن نوضا هدو الهي دمو سدح دعو وعجيب هذا استحدان دعيال ربيني كدعيستان دعاء كوبات ودعاء مرك أي كهسة كربة كربة أما ولول أما مروج مرك كهسة دعاء أقصن الله يدواي دعاء لبعضنا ومرك أدوح كبقي الصو أما الشر يوحونا كبقي الصو إنه كوي ماذا أما قف إنه وح كل ما جي كبقي الصو كله أي أقصن الساعة تصدحات ومرك أد ربط إن الجوردون تهاي معناه الجورستو قفونا أقصن هالشو أي أقصن الساعة دعوين كاس أد كو عجيب كأ وما شاء الله ذا قدرت أه وحال رجال كفاية استنهد إله سبحانه وتعالى وقدره إيه سكون رافين إيه كليب كان أذكر أقول هذا بدل ما رب حلو بهني هاي إن أذكر أحسن ناتو إيه معركة حسك إلهي والدعاء دعوين كاس إيه حلو والبو أباها أنت هاي مرة كربة قبت أدوية ذا وحيبة هوا مرة كربة قبت يعني واحد كربة يبقى هاي إيشلان يمر يعني دبنا الأسكوين لكن وحون إنه لقولا كع أما قف هبل إنه وحوس سمعت كعبسنا يسق واي إيه مرة أدربت إنه يعني هم جاجا جوردون تون كجرت مجال هذا وددي يستقف كي أنا رش لقي بس الله هيد عاد يعني سلا هذا قف ونكسن ضدك أتكح ولا نيسق إلى سبحانه وتعالى هذا آخر استوى في كنا يا قف أتو قال أه ونكسن يقوى في كنا يا شرط شدنا في حجاب يا هم بيمرودو كا قاضيا والوهي والبارتا كاتجايا إلهي باشيت كغير كي كوفراي مارت فرج كي وغرف البدنا مركهلا لازم تدو الله يدمو إن مال مال ما كم ذي كبر حي قتري إم بدان أيان دعو مارت دعي سنائي إلا هدر مارتي وحوم عن هيلين أو فايدة بدنا إن توكل أيان كويريو سنة بيكو قياستي ساكو حنجي سنائي قصة سجال سنو قف سوغاي وح سوغاي سغار سنة بيكو تعالى قف با وحو سوغاي رجو يهم يو إلهي كالها إنو مالين مال ماكا ميدا أفلين دونو مدى سغار سنة إن هبين هبين نذا كميدا أمبس إلهي سبحانه تعالى وحو وافتشيي إني سلاة الليل وكعدو إني استغفار بدنا قرصتو إني سلق النبي أخردو إني مركي سلاة الليل كي دوكتي إلا سلاة الصباح ماشي دي إسكفردسي سلي النبي جاي أخرني سي قيبت إبراهيم يد إعاد الله سنتي صبحي مركي الجاري إن صلاة الصبح يضوح لحدودنا وحي هالشيء وحي السجال كسنة سوي سرنا هانتي إن همي دي يوحي عبيه إلهي كله إنه وحي عبها يد إيش أوف ليه وحي هالشيء هل سنة نحن أنت وحي إلهي كبر يضب إن وحي سدك دك عضو مصر ريالي عضو سؤال استراجع على لما قبله ودك دك تعمل الخوابوري مورك سنة إلهي الحريص الغمق وسطه خرنا وحلاش إن بدن دعاء مركا دعاء سته صدق مدن من نقاصه إنه إلهي كسي وحاربتي وكسي صدق دجا إنه إلهي شركا قبته هو صعته إنه إلهي كودب لي ومال ما أنت أذوق باه بدن وهو فرته مركا نيد حمضة يني شبكة حريص كدايو هانا لا داوضه يعني مارت دعاء كان قروح بدن حلا دقيسته حنا لقى فايدستو وكليب هذا قروح بدن إن هدو إلهي مدعوين كاسنو آخرين دونا ونوشي دونا شيخ مدعو المدن الصوماليات مركز دو حاد الله يهي لقي سوعا يقلب قروح بدن يقيم بالله اللي يمادو دعو شوعا قف قردون كاقور دعوين كان شيء قدونا بإذن الله الكريم كل قد إلهي سبحانه وتعالى قرآن كأيه كسو دحشيغي أو كسو أروريه وحلقي يا مالين كاستئناد آخر سته لكن أذن كبر رسلين آياتها قيمة بدن دعاء وحوي ودعاء قف جوردون كا قف كرب إنه لما أنا قروح بدن حلو قف كدون يقف إله سبحانه وتعالى كأرزاقه وقلبه كقبو سده إنها كقبو سده قرة عين ودعاء قف جوردون كا جور صالحة كو دعاء اللي بعدنا وحوي قف كشر يسوق كبقية إلا ضباطيه إيه شر إيه إن ما أرتاي وحلوم ملايجو هدي بناء هذا النقطة إيه هدي عين إيه ما أرتوح يا لها الإنسان بلانك هنا أي نقطة إيش يعطي أنت يجنيك دعانا ودعاء ذا إيه ذا دعاء
ducada saddexaadna waxa weeyaan waa ducada kurbada waa ducada murugada waxa laga yaabaa murugadu qof walba in ay baaxad isaga la eg ama in yaro isaga ku jaangoona ay tahay waxa aniga aan murugo u aqaano in adigu aadan aqoonin baa laga yaabaa waxa adigu aad murugo u taqaanane aniga inaad murugo aqoonin baa laga yaabaa oo laygu dhaho war maxaad ka murugaysaa waxaas murugo ma ahane ducadaasina waa ducada murugada weeyaan haddaan ku bilaabo ducada guurdoonka qof walba oo dunidan ku nool oo caalamkan jooga ilaahay subxaanahu watacaala wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayn wax walba waxaan ka abuurnay dhab iyo ladig yacnii beer baan ka samaynay partner cirq iyo dhul habeen iyo maalin maartaqaana wiil iyo gabar maaragtay zawj iyo zawja xaas iyo marwo maa shaa allah wax walba la maano ducada murugada aan dhaha ducada guurka waxa weeyaan nabiyullaahi muuse calayhi salaam markii uu fircawn uu ka soo cararay isagoo aad u dhibaataysan oo safar dheer soo galay oo boodhka lugihiisa ku yaalla aad yaabaysa uu ceelka yimid walanbaa warada maa'a madyan markuu yimid biyihii meeshii madyana halkaas uu gabdhihii ka caawiyey isagoo dhibaataysan buu geed hoos fadhiistay sida geedka hadda iga dambeeyo kale ayuu iska hoos fadhiistay duco yar buu akhristay marka ducadu akhristay waa maxay markuu ducada akhristay allaahu akbar muuse calayhi salaam wuxuu u baahnaa cunno muuse calayhi salaam wuxuu u baahnaa badbaadin asaylan buu u baahnaa waxyaal badan buu u baahnaa laakiin ducadana uu akhristay ilaahay wuxuu ugu bedelay caruusad markuu ducada yidhi waaba tanaa qalanjo lugaynaysa maa shaa allah allaahu akbar qalanjo yaroo dhutinaysa oo lugaynaysa ayaaba soo dul istaagtayba cajiib talow muxuu yidhi muuse calayhi salaam qaala muusa rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir rabbi yaa rab rabbi iyo innii limaa anzalta ilay waxaad aniga ii soo dejisa oo min khayrin ah faqiirun waan u baahanahay yaa rabbi ducada markuu yidhi rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir waa ducada qofka guurdoonka ah isagoo guur uma odhan laakiin markuu ilaahay ducadaa weydiistay wixii ugu qiimo badnaa ilaahay ku arsaaqay maxay ahayd ciidamadan qaado fircoon ku noqola ma dhihin qalanjo soconaysaa u timidba fajaa'athu markiiba ma daahinyaa immediately fajaa'athu waxaa timid markaasi ixdaahumaa mid ka mida gabdhihu u waraabiyey oo weliba tamshii cala istixyaa'in iswareejinaysa ma ahaya jidka markay marayan gabdhahana kuba iswareejinaya ma ahaya tamshii cala istixyaa'in xishood iyo iyadoo ka muuqata deganaan ayay u timid markaasaa waxay tidhi inna abii yadcuuka aabbahay ayaa ku wacayo aabbahay ayaa ku yeeraayo liyajziyaka si uu kaaga abaalmariyo ajra maa saqayta lanaa maadaama aad biyihii noo waraabisay 10 sano kadib baa qalanjadii lagu mehriyey laakiin markaasaa hee dunta loogu xiray dadka waagi hore waxa ori jiraan la yidhi heblaayo dunta ha laygu xiray markaasaa dunta loogu xiray allahu akbar haadihi ducaa waa qofka guurdoonka habeen walba sarirta ka soo dhacay insha allahu tacaala waxaan leenahay ducada akhris biidnillahi alkariim ama ducaa uthaani ducadan aan idin sheegay billahi calaykum ma aha ducooyin sheekh ibil baa yidhi iyo ma aha waana mujaraba waqad waradat fi nusuus qur-aanka ku soo aroortay ama ducaa uthaani ducada labaad waxa weeyaan waa qofka cabsanaya cabsi baa ku haysa waad baqaysaa wax baad ka baqaysaa shar baad ka baqaysaa mashaakil baad ka baqaysaa ducadan ayada ahna ilaahay subxaanahu watacaala isla muuse calayhi salaam rajulu lmu'minu min aali fircawn mid u gargaari jiray muuse calayhi salaam oo reer fircoon ka mid ahaa ayaa ducadan akhristay muxuu yidhi wa ufawidu amrii ila allah anigu amarkayga ilaahay baa tala saartay hadda ducaa akhriso markuu dhib kugu dhaco markaa aad mataqaanaaye aad cabsanayso dheh ay dhehe dheh wa ufawidu amrii ila allah wa ufawidu amrii ila allah ilaahay baan tala saartay anigu ilaahay baan tala saartay anigu ilaahay baan tala saartay haddaad ka baqaysa in wax lagu maleego kayd iyo dhagar iyo xiqdi iyo mashaakil iyo laqdabo iyo god khayaano haddaad waxaa ka baqayso dheh wa ufawidu amrii ila allah anigu amarkayga ilaahay baan tala saartay anigu hee rabbi baan tala saartay markuu ducadaa yidhi ilaahay markiibuu u jawaabo wuxuu yidhi fawaqaahu allaahu sayi'aati maa makaruu fawaqaahu allaahu ilaahay baa ka dhowray oo ka badbaadiyey oo ka leexiyey sayi'aati xumaan maa makaruu makrigii iyo sayi'aadkay u dhoodhoobayeen ilaahay baa ka badbaadiyey ilaahay haddii aad doonayso inuu kaa badbaadiyo ducada iyada ah war ducada adciyada qur-aanka ku soo aroortay barta billaahi calaykum waa ducada sharta iyo khayaanada iyo waxaad ka baqaysaad ka akhrisanayso waxaan ku soo gabagabaynayaa ducadii murugada iyo karbiga murugo ayaa ku haysa xaaliyan hadda oday daawanaysa waxaa laga yaabaa inaad ka murugoonayso bishan kiradii xoogaha jaabka waxaad mataqaana bisaaraddii
إن أتكمل وقوني سمت قانا يقف كوه هنجبي شرعية أتوجي سي مت قانا يقف أضلح حرير كوه يوكا ربحي دكان كهدجي كورونا كبقي سو مشاكل مرغو هبينك هي أدمت قانا أتصوك على هرد بيك إيمان الله هاي وهذا الدعاء سدوك لإلهي سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء يكشغي يونس عليه السلام مركي ونبرق ولقي حوتك ولقي إلهي وحكو إلهامي إلى إلهي بقى إنك علم الإنسان ما لم يعلم إنسانك إله سقى بروح سنقرني صمها إلهي بقى بريء وكو إلهامي إنه أريد أن أفكي سكيد هذا محوري يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله أي أنه لا غيرك مجر عد أذق أن كاهين أو لا عبد بالحق إلا أنت أذق أن كاهين لا إله إلا أنت سبحانك كنه زهناتي يا الله عماول بكنه زهناتي إني كنت من الظالمين قصرقا إيا قابنتا أروح حقي كمد يا الله هذو إما ظلمين وما ربك بالظلام العبيد تضرع أسمي ويري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي سبحانه وتعالى ويري فاستجبنا له إسلام الكريبة قدال بانو دقنا بروسس بمرسينا ما هي وإميريد لمركيبة on spot يعني مركيبة فاستجبنا له ونجيناه من الغم مرغذيبة كبت بعدني يونس عليه السلام كل جميع جوابته أمية وكذلك سيدا سلم إذا أيان ها ننجي المؤمنين قف والبو مؤمن أه أبد بادين هدو الدعاء ذا لخريستو قف والبو مؤمن أو كرب يمرو أهيسو دعاء ذا هدو أخر سنة سيدا سلم إذا أي أسنا كارك الله وحقيا سيدا سلم إذا أي أسنا لو بد بادين إيا سيدا سلم إذا أي أسنا شأن كيسا إيا دعاء ليسا إيا سبليكاشن كيسا إيا بروسيس كيسا معرتي فوم كيسا لو إيغيا ويان سدح ذا الدعاء إن شاء الله تعالى قردون ككو مرغة ذا لبا إيا عبسي ذا سدح صدح لا إن شاء الله تعالى قرآنك وإلهي كسر وشيك وكبك ولا بضنبه انت سأذن لقى السنة يا إلهي سبحانه.